مشاهدينا عبر فضائية نور سات وتلفزيون تيلي لومير، يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي ونبدأه بأبرز العناوين. قداسة البابا فرانسيس يستقبل غبطة بطريرك المدينة المقدسة. اتحاد الرهبانيات يلتئم حول موضوع التجدد الروحي. فضائية نور سات في الأردن تزور رعية اللاتين في المفرق. مهرجان معا نحو السلام على مسرح بيت الفحيص. أهلا بكم. التقى قداسة البابا فرانسيس في القصر الرسولي بالفاتيكان غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن. وبحث قداسته مع غبطته الوضع القائم في المدينة المقدسة، مؤكدا أن القدس ينبغي أن تكون مكانا يستطيع الجميع العيش فيه معا بسلام، مبينا أن كل شكل من أشكال العنف والتمييز والتعبير عن التعصب ضد مؤمنين مسيحيين ومسلمين ويهود أو ضد أماكن عبادة يجب أن يرفض بحزم. وأعرب قداسة البابا عن أمله بأن تبقى مختلف المجموعات المسيحية التي تعيش في الأراضي المقدسة معترفا بها كجزء لا يتجزأ من المجتمع، داعيا هذه المجموعات إلى التعاون لدعم العائلات المسيحية وبالذات الشباب حتى لا يجبروا على مغادرة أراضيهم. وفي هذا السياق أطلع بطريرك المدينة المقدسة قداسة البابا فرانسيس على الخطوات التي اتخذتها البطريركية من أجل مواجهة القرار القضائي الإسرائيلي المجحف بحق عقارات البطريركية ومواجهة مخططات الحركة الاستيطانية لإفشال وإضعاف الإجراءات الرامية لإنهاء الوجود المسيحي في الأراضي الفلسطينية وخاصة في البلدة القديمة القدس. على صعيد متصل أصدر مجلس الكنائس في الشرق الأوسط بياناً ثمن فيه الدور الهاشمي في الحفاظ على المقدسات المسيحية في الأراضي المقدسة، منوهاً بجهود جلالة الملك في الدفاع عن الهوية المسيحية في المشرق والأراضي المقدسة ورفضه لأي تهديد للوضع التاريخي القائم في مدينة القدس. وأكد المجلس على موقفه الداعم للبطريركية المقدسية التي تعمل بالتعاون مع جميع الكنائس من أجل إلغاء مشروع القانون الإسرائيلي المقترح الذي يقضي بمصادرة أراضي الكنائس لصالح إسرائيل. تحت رعاية سفارة الفاتيكان في الأردن وبتنظيم من الشباب العراقيين، رعى المونسنيور ماورو لالي إطلاق فعاليات مهرجان معا نحو السلام على مسرح بيت الفحيص. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تحت رعاية المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في الأردن انطلقت على مسرح بيت الفحيص فعاليات مهرجان معا نحو السلام الذي قدمه مجموعة من الشباب والشابات العراقيين المقيمين في بلدة الفحيص. فيك الخصام وأنت الخاصم والحكم، قعدنا وتواسينا والدمعة بعيونها وتقول وتغني دللول. حضر المهرجان الذي يعبر عن صرخة الشباب العراقي المهاجر المفتقد للسلام النائب الأسقف العام للروم الملكيين الكاثوليك الأب الدكتور بسام شحاتيت والأرشمندريت بورس حداد راعي كنيسة الفحيص وجمع من الآباء الكهنة، وبحضور السفيرة العراقية في الأردن صفية طالب السهيل ورئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر والمدير الإقليمي لفضائية نورسات الدكتورة باسمة السمعان وحشد كبير من الحضور. وابتدأ المهرجان باستقبال شعلة السلام لإهدائها إلى العالم أجمع. كما قدم الشباب عروضاً فنية تدعو إلى السلام ونبذ الحرب والتهجير من الأوطان من خلال مشهد المونودراما موطني الذي قدمه الفنان العراقي هديل كوزا
الذي أوضح الحالة العامة للشعب العراقي والشعوب المظلومة بطريقة بناءة وهادفة. وتضمن المهرجان الذي قدم بتنسيق مع كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في الفحيص عروضاً فنية إبداعية ونشيد أسقي سلاماً أراضينا ومسرحية معاً نحو السلام وترتيل باللغة الآرامية، إضافة إلى فقرات ممتعة نقلت الحضور إلى أجواء روحية جميلة. العراق وياي وحطيته بالجنطة وما كفت الجنطة، طالعة منها منارة وعثق نخلة وشعلة من عيون نفطة فرع نوصل. وألقى كل من الأب الأرشمندريت بورس حداد والسفيرة العراقية صفية سهيل والفنان العراقي هدي الكوزة كلمات أشادوا فيها بهذا العمل الفني الكبير، مقدمين شكرهم للدولة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني وللشعب الأردني على استضافتهم للأشقاء العراقيين على أرض المملكة، كما قدموا شكرهم لفضائية نورسات ولكل من ساهم بدعم هذا العمل والمشاركة بتقديمه. وكان الرب داعما ومدبرا رغم ضيق الإمكانيات، وقد أطلقنا حملات داخل وخارج مدينة الفحيص، استعنا بأصدقاء ومعارف ساهموا ودعموا بقدر إمكانياتهم، واستمر الدعم إلى هذا اليوم على يد الذين يؤمنون بالحياة ويؤمنون بالأخوة ويؤمنون بالمواطنة الصالحة. الرسالة التي قدمتها اليوم لم تكن فقط تقليدية بما دائماً نقدمه بضرورة هذا الجمع، إنما أعطيت رسالة عن المرأة والسلام، وحقيقة أهنيك بأنها كانت رسالة قوية بأن المرأة هي ليست فقط نصف المجتمع، إنما هي أيضاً الجزء الآخر من المجتمع الذي يصنع سلاماً داخلياً وسلاماً أممياً وسلاماً عالمياً. معاً نحو السلام، من منبع هذه الكلمات جاءت الفكرة لإقامة هذا العمل الثقافي الفني، آملين من خلاله أن يفوح عطر السلام في العالم أجمع، وأن ترقص دقات جميع القلوب على أنغام المحبة، لنتمتع في العيش المشترك على خطى المبادئ الإنسانية الحقيقية، وزرع في أعماق كل الناس وخاصة الشباب روح المثابرة والإصرار لرفع مستوى الثقة بالنفس، لتحقيق الأهداف والتغلب على اليأس والاجتهاد الدائم للوصول إلى قمم الحياة. على نية رعية محافظة المفرق للاتين وفضائية نورسات، أقيم في كنيسة القديس يوسف العامل للاتين في مدينة المفرق قداس إلهي دعا خلاله المؤمنون أن تبقى نورسات منارة ونورا مضيئا في كل بيت. إلى التفاصيل. ضمن سلسلة لقاءاتها ونشاطاتها الإعلامية والإنسانية التي يقوم بها مكتب فضائية نورسات الأردن لنشر كلمة المسيح الحية بين أبناء الرعاية في الأردن، التقت الدكتورة باسمة السمعان مدير مكتب فضائية نورسات الأردن الفعاليات الرعوية التابعة لكنيسة القديس يوسف العامل للاتين في محافظة المفرق شمال شرق الأردن. كما شارك في اللقاء كاهن الرعية الأب طارق حجازين والشماس الإنجيلي حازم النمري.
وتحدثت الدكتورة السمعان لأبناء الشبيبة عن الإعلام المسيحي وحاجتنا إليه، وبالأخص عن رسالة نورسات والمهام التي تقوم بها. بالنسبة لنورسات، هلا نحن مكتبنا في الأردن، طبعا نحن مكتب الأول خارج بيروت، هلا المكتب الأم هو في بيروت. نحن المكتب اللي بعمان منقوم بتغطية كل أخبار الكنيسة، أدديس، نشاطات كنسية، نشاطات شباب، كشاف مثلا، شبيبات بكل أنواعها من البراعم للشبيبات العاملة. كما قدمت لكاهن الرعية فكرة إنشاء لجنة إعلامية في محافظة المفرق ليكونوا مراسلين بالخبر والصورة. من جهة ثانية، شاركت الشبيبة بطرح ما يقدمونه في خدمة الكنيسة من اجتماعات أسبوعية ونشاطات وأعمال محبة خيرية. وعقب اللقاء ترأس الأبطار قحجازين القداس الإلهي الذي رفع على نية رعية المفرق للاتين وعلى نية فضائية نورسات التي دعا لها بأن تبقى منارة ونورا مضيئا في كل بيت. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض سلام، سبحوا الرب العالي، هللويا هللويا. وفي عظة القداس شكر قدسه جهود الفضائية التي تهدف دائما لنشر الخلاص بما تقدمه من صلوات وترانيم وبرامج منوعة تثقيفية ودينية واجتماعية وإنسانية، فهي بمثابة إنجيل مرئي ومسموع لكل العالم المسيحي، معربا عن فرحه بزيارة نورسات إلى المفرق. واسمحوا لي أيضا أن أشكرهم جميعا على قدومهم اليوم لمشاركتنا ومشاركة رعيتنا بهذه الذبيحة الإلهية المقدسة لكي نصلي من أجل بعضنا البعض. نشكرهم أيضاً على كل الجهود التي يقدموها للعالم أجمع وبالأخص بالأردن. هذه الجهود في هذه الفضائية الرائعة التي هدفها أن تصل البشرى، بشرى الخلاص لقلب كل واحد فينا وبحاجة إليها. لنصلي معا إخوتي من أجل هذه الفضائية نورسات لكي تكون حقا نورا لكل فرد، لكل عائلة، لكل بيت، ولكي تكون مرشدا لكل إنسان تائه في عالم الظلام. وفي ختام القداس التأم الجميع في قاعة القديس بيو التابعة للكنيسة في أجواء من المحبة. عدسة نورسات التقت بممثلي الفعاليات ليحدثون عن أبرز ما يقدمونه من خدمات للكنيسة. يوم الأحد فيه بتجتمع العائلات والأسر المسيحية المنتشرة في الرعية كعائلة وأسرة كبيرة داخل أسوار الكنيسة ضمن قداس الأحد، تأتي لتشكر الله وتسبح الله في هذا اليوم المبارك. احنا كرهبات هو اهم شيء عندنا هو المثال، ان نكون فعلا مثال صالح في الرعية حتى يقتدوا بمثالنا. هلا اخويتنا قائمة على اعمال الخير، على التبرعات لبعض العائلات المحتاجة، بنقوم بزيارات للمسنين لبيوت العجزة في مختلف المحافظات، بنحضر مؤتمرات. عددنا في أخويتنا في المفرق ما يقارب 15 سيدة من أعمار مختلفة من صغار وكبار. هلأ إحنا كشبيبة نعمل هون لمجد الله، سواء كان كمسؤولين أو كأعضاء نحب ننمي كنيستنا ونشتغل عليها، تمام؟ أكيد دعمكم يعني وجودكم معنا. أول شيء بشكر حضوركم أنتوا، شيء شرفتونا بهذه الرعية العريقة في المفرق. أنا ربيت الصحية في مدرسة اللاتين في المفرق. هاي الكنيسة عمرها ناهز 80 سنة، قدمت خدمات جليلة
لكل أبناء الطائفة، مش بس طائفة اللاتين، الصحيح كانت مفتوحة لجميع الطوائف، كان لها فضل كبير في نقل وديعة الإيمان للجميع. نورشات لها فضل علينا كبير كبير كبير، أنا من المتابعين بصراحة، من المتابعين لها بشكل يومي، فضلها كبير على المفرق اليوم، قدمت خدمات أنا بعتبرها جليلة بكنيسة اللاتين هون، وإن شاء الله يا ربي ترجع ونشوفه بأكثر من موقع بكنائسنا. وأنا بشرف إني اليوم مع نورشات، اللي هي أنا بفتخر بنورشات وبتمنى تكونوا متواجدين باستمرار بالمفرق. التأم اتحاد الرهبانيات في الأردن للمرة الأولى في دورته الجديدة بالمركز اليسوعي الكائن في جبل الحسين تحت عنوان التجدد الروحي طريق القداسة. بدأ اللقاء بصلاة الصباح، من بعدها رحبت رئيسة الاتحاد الأخت أنطوانيت مطر بسيادة المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، الذي قدم بدوره محاضرة ركزت على ضرورة انتعاش الحياة الرهبانية، مشيرا إلى بعض النقاط المهمة في حياة المكرسين والمكرسات، وهي الفرح والصلاة والمحبة. في هذا اللقاء أشرت إلى الرسالة اللي كتبتها أو كتبها مجمع عقيدة الإيمان، بتكلم عن تجدد وانتعاش الحياة الرهبانية والعلاقة بين الحياة الرهبانية والكهنوت الخدمي أو السلطة الكنسية. وبعد رتبة الاعترافات ترأس الأب جهاد شويحات الذبيحة الإلهية مركزا في عظته على إنجيل القديس يوحنا، حثا الراهبات على السير في طريق القداسة من خلال العيش والعمل حسب روح الإنجيل ومتطلبات حياة الرسالة. حبينا نعمل انتفاضة روحية، نتعبى من نعمة ربنا نقدر نعطي غيرنا بالصلاة والإيمان والصمت، الفضائل والأشياء اللي الرهبات لازم إحنا نتمثل فيها. احتفالاً بتكريس مبنى نادي الأراضي المقدسة، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتيني في الأردن، قداساً إلهياً في كنيسة القديس يوسف للاتين بجبل عمان. التفاصيل في التقرير التالي. بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي، مطران اللاتين في الأردن، في كنيسة القديس يوسف للاتين في جبل عمان، بمعاونة كاهن الرعية الأب وسام منصور، احتفالاً بتكريس مبنى نادي الأراضي المقدسة المجاور للكنيسة. شارك في خدمة القداس عدد من الآباء الكهنة بحضور أبناء الرعية وأعضاء الأمانة العامة للشبيبة المسيحية في الأردن، كما أحيت جوقة الكنيسة التراتيل خلال الصلاة. في عظة القداس تحدث المطران الشوملي عن رعية جبل عمان واحتوائها على العديد من الفعاليات الناشطة التابعة لمطرانية اللاتين، كما شكر سيادته كل من تبرع وساهم في إنجاز هذا الصرح الكنسي، آملاً أن يكون ذي فائدة تعم المؤمنين جميعاً. وعقب القداس توجه سيادته مع الآباء الكهنة والسيد عماد المعشر لقص شريط المركز الجديد وتكريس المكان بمشاركة معزوفات موسيقية من مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين في مادبة. رعية مار يوسف في جبل عمان تتضمن بالإضافة إلى الرعية مركز الشبيبة الطلبة المسيحية في الأردن، وأيضاً مكتبة تسمى بوكستور لبيع الكتب الدينية، وأيضاً الملابس الليتورجية وكل ما يحتاجه الكهنة للاحتفال بالأسرار من كتيبات ولوازم أخرى. فنشكر الله على كل هذه المشاريع ونشكر المانحين الذين دعموا. كما قدمت المرتلة تمارا سماوي برفقة العازف حران حجازين باقة من التراتيل احتفالاً بهذه المناسبة في قاعة الكنيسة.
في لقاء خاص مع الأب وسام منصور تحدث عن أهمية هذا المركز والشراكة الجديدة بين نادي الأراضي المقدسة ورعية مار يوسف وما سيقدمه من خدمات ونشاطات للشبيبة والعائلات بشكل يومي. في اليوم بنعمة ربنا ومباركة سيدنا ويليام تم افتتاح التجديدات اللي تمت في المرحلة الأخيرة، خاصة تجديد المطبخ وبناء مطعم البيتزا الجديد بيتزا مار يوسف، وأيضا التجديدات اللي صارت في القاعة حتى تكون في خدمة جميع رواد المركز الرعوي. وإن شاء الله في الفترة القادمة راح تكون برامج المركز متنوعة على جميع أفراد العيلة الكبير والصغير، وأيضا في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية حتشمل نشاطات ثقافية روحية، دورات تثقيفية، دورات في الكتاب المقدس، واللي أوريدي بلشت يعني في الفترة الماضية مع دورة سفر الرؤية. فأمنياتنا وصلاتنا أنه ربنا يبارك هاي الخطوة واللي قمنا فيها بشهر الوردية، وأمنا مريم العذراء ترافقنا. على الصعيد ذاته افتتح المونسينيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن مطعم مار يوسف بيتزا، والذي يعمل طوال أيام الأسبوع ويهدف لتشغيل الأخوة العراقيين المهجرين بحضور الأب ماريو منظم المشروع والسفير الإيطالي وأبناء رعية مار يوسف. جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن تكرم كل من تطوع في إنجاح أكبر مهرجان عائلي مسيحي على مستوى المملكة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. كرمت جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن الجهات الداعمة والمشاركة والمتطوعين في مهرجان وتد الذي أقيم في أيلول الماضي على مسرح الأرينا في جامعة عمان الأهلية. حضر حفل التكريم الهيئة الإدارية للجمعية وعدد من الآباء الكهنة وراهبات وشخصيات رسمية وعامة وجمع كبير من الكشافات والشبيبات الذين شاركوا في المهرجان. بدأ الاحتفال بقراءة من الكتاب المقدس مع الأب عماد بواب وصلاة مع القس فائق حداد، ومن ثم تلاها كلمة شكر من الأب الدكتور إبراهيم دبور رئيس الهيئة الإدارية، حيث شكر كل من أعطى وقته لإنجاح المهرجان وقال: أنتوا يا شباب أنتوا الدم بتاع الكنيسة، أنتوا الدم بتاع الكنيسة، الكنيسة بدانكم ميتة، إحنا منروح، إحنا وصلنا لعمر منروح، لكن أنتوا اللي راح تحملوا هاي المسؤولية وتبدأون من الآن، والوتد هو الذي يمسك الخيمة، والخيمة هي جمعية الكتاب المقدس التي تجمعكم جميعا. فتحية لهذه الجمعية، تحية إليكم، تحية لكل القائمين فيها، وتحية أيضا لكل من عمل من أجل إنجاح هذا المهرجان العظيم. وفي كلمة للسيد منذر النعمات الأمين العام للجمعية رحب بالحضور الكريم وشكرهم على ما قدموه للمهرجان الذي وحد الجميع في لقاء واحد دعاه بلقاء الوحدة واليد الواحدة، وقد صرح بكلمته بأن المهرجان سوف يعاد كل عام كتقليد سنوي. كل الكنائس ساهمت بكل محبة وبكل بصراحة كرم من عندهم حتى أنه هذا المهرجان يكون ناجح ويخرج بهذه
الصورة. فأردنا اليوم أنه نجتمع بحديقة جمعية دار الكتاب المقدس، واللي بنعتبر أنه هذا المكان وهي الجمعية هي جمعية لكل شخص موجود على الأرض الأردنية. بنرحب في الكل، إن كان في تطوع وإن كان بخدماتنا وإن كان بالبرامج اللي إحنا بنقدمها. وبالأخص بمناسبة هذا اليوم بدي أشجع أنه صبيانا وشبابنا وكل الفئات العمرية حتى مرحب فيهم لأي عمل تطوعي ولأي مشاركة مساندة لبرامج دار الكتاب المقدس. وفي لقاء مع النائب السابق جميل النمري أشاد بدور جمعية دار الكتاب في الأردن التي رعت هذا المهرجان الباهر والذي أصبح معلما أردنيا بارزا في الحياة الكنسية الواحدة. فاستحق اللي اشتغلوا في هذا المهرجان التكريم، المؤسسات والجمعيات وأيضا المجموعات الفنية وأيضا الأفراد اللي عملوا بجهد كبير خلال شهرين فقط لإنجاح هذا المهرجان اللي أمه أكثر من 10,000 شخص وكان نجاحا باهرا. وبالتأكيد هذا المهرجان تحت رعاية جمعية الكتاب المقدس سوف يصبح معلما أردنيا في الحياة العامة والحياة الاجتماعية الأردنية. كما كرمت الجمعية مكتب فضائية نورسات الأردن ممثلا بالدكتورة باسم السمعان على التغطية الإعلامية المميزة في نقل وقائع المهرجان على الهواء مباشرة بالصوت والصورة. وفي ختام الحفل وزعت الدروع وكتب الشكر والتقدير على المشاركين، واختتم التكريم بحفل استقبال في حديقة دار الكتاب المقدس. يشار بأن مهرجان وتد يعتبر أول لقاء عائلي مسيحي نظمته جمعية دار الكتاب المقدس في الأردن بالتعاون مع كافة الكنائس المحلية، وقد حظي باهتمام محلي وعالمي. ليكون فرحي كاملا فيهم. ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس قداساً إلهياً في كنيسة القديس جوارجيوس للروم الأرثوذكس في الصلت بمعاونة كاهن الرعية الأب مروان طعامنة والأب باجس خوري وحضور أبناء الرعية الأرثوذكسية في الصلت. يذكر الرب لله في ملكوته كل حين ألانا كل وانين وإلى داخل داخلين. وفي عدة القداس رحب الأب باجس بقدوم سيادته إلى الصلت ليترأس الخدمة بين أبنائه، كما تحدث عن مجيء المخلص الذي أعطانا الحياة بموته على الصليب وفدانا بدمه، وقال: من يتبع السيد المسيح لا يمشي في الظلمة، فعلينا أن نشارك ونواظب على الأسرار الإلهية التي تمنحنا الحياة الأبدية. يقول الكتاب: من آمن بي وإن كان ميتاً فسيحيا. إذا نحن نكون في حياتنا إن لم نكن مع المسيح أموات، ولكن إن كنا نحن مع المسيح فنحن أحياء. وكما يقول أحد القديسين: إن الموت في حياة الإنسان المؤمن هو كالجسر الذهبي الذي يعبر منه من هذه الحياة المادية إلى الحياة الروحية. بتنظيم من جمعية شبابي وشابات الغد المشرق بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء، عرض على مسرح الغرفة الفيلم التوعوي للدرامي الأردني شارع خير الله، الذي عالج بأسلوب درامي فني عددا من الظواهر المجتمعية السلبية مثل تعاطي المخدرات بين الشباب وانتشار ظاهرة التسول واستغلال الديني للترويج للأفكار المتطرفة والإرهاب.
ودار بعد عرض الفيلم الذي كتبه وأخرجه الفنان رامي دلشاد بالتعاون مع مجد عيد حوار من أجل إثراء النقاش والوصول إلى حلول جذرية لهذه المشاكل وحماية مجتمعنا منها. حبينا نتناول هذه المشاكل بطريقة درامية ونلاقي لها حلول بشكل درامي، وأهم إشي بيقوم عليه هذا العمل إنه مساعدة الغريب للغريب، يعني كمجتمع إنه علينا إحنا مسؤولية تجاه بعض إنه نشتغل على موضوع إنه نساعد بعض. لو أنا ما بعرفك أنا لازم أساعدك، يعني عشان راح تلف الدنيا وآجي لاقي حدا يساعدني وأنا ما بعرف، فهذا هو الهدف الأساسي منه. كان بهمنا في الحضور اللي هم الشباب، فدعينا الشباب بكافة أطيافها ودعينا شباب من الحركة الكشفية، لأنه هاي الحركة الكشفية حقيقة شباب مميزين بيمشوا على خطة ثابتة بتعليم ثابتة، فهدول راح يكونوا يعني متجذرين في العمل الأخلاقي وفي العمل البعيد كل البعد عن السلبيات المجتمعية اللي احنا بنشوفها بمجتمعنا. بخصوص كشافة لاتين الزرقاء، حقيقة أنا من رؤيتي للأشياء اللي بتقوم فيها والوضع القائم عندها بقيادة أخونا راكان فاخوري، شباب رائعين مميزين بيأدوا دورهم في كثير من المجالات الحيوية اللي بتعنا في البرامج المجتمعية في الزرقاء وبتعنا بالشباب بشكل كامل. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مجلس الكنائس يثمن دور جلالة الملك في الدفاع عن الهوية المسيحية. قداس إلهي في المفرق على نية رعية اللاتين وفضائية نورسات. المتروبوليت فينيديكتوس يتفقد أبناء رعيته في الصلب. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursatjordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.